بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحوة والجمال، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم فلاح ومسؤول. النهاردة أنا متقمص دور الفلاح، لأن البرنامج بيقول فلاح ومسؤول، فالنهاردة قلت أنا الفلاح، وأشرف أن أنا أكون أنا صوت للفلاحين، وأسعد جدا بوجودي في ضيافة وفي حضرة فارسة وزارة الزراعة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والسمك والدجني. برحب بضيفتي العزيزة وسعيد جدا بوجودك معنا دكتورة. أشكرك، شكرا جزيلا. طبعا سعيد جدا بوجود زميلتي منى توحيد، منورة الاستوديو منى. ربنا يخلي حضرتك. بما أن الدكتورة منى محرز معانا فلازم نستفيد بكل ثانية. الناس كتير من ساعة ما قلنا في برومو الدكتورة منى موجودة معانا بعت لنا رسائل كتيرة جدا، فهنحاول نسألها أكبر قدر من الأسئلة، وما تزعلوش مننا اللي مش هنعرف نسأله. نبدأ ونقول للدكتورة منى شرفتي مدينة الإنتاج الإعلامي وبرنامج فلاح ومسؤول في قناة الصحة والجمال. ربنا يكرمك، وحاجة جميلة إن يكون في برنامج للفلاح، والأجمل إن حضرتك تبقى موجودة فيه. ربنا يبارك فيك. دكتورة منى هنتكلم عن على طول أكتر حاجة موجودة دلوقتي على الساحة الإشاعات، وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في خلال 3 شهور 21 ألف إشاعة. صحيح. أبرزهم في على الإطلاق إشاعة البيض البلاستيك. إيه رد حضرتك؟ السمك البلاستيك. والسمك البلاستيك. أنا ردي واضح، إن زي ما سيادة الرئيس قال دي بلبلة وإشاعة للفوضى الإلكترونية اللي بتخلي المواطنين يبعدوا عن الواقع. إحنا النهاردة لما يطلع إن البيض ده بلاستيك الناس مش هتاكل بيض، والبيض ده وجبه رخيصه. الحاجه الثانيه المربي مش هيقدر يسوق البيض بتاعه، وبالتالي يحصل له خسائر. والحاجه الثانيه انه هيعكف عن التربيه، يبقى بعد كده هنشتري البيضه بقى ب 10 جنيه ولا ايه اللي يحصل يعني في الحكايه دي؟ اللي انا عايزه اكد عليه طبعا لحضرتك ان احنا لا نستورد بيض على الاطلاق. البيض الطازه ده 100% انتاج مصري، عندنا بننتج 14 مليار، واحنا بنصدر بيض مبستر لاحد المصانع، وده بقالها سنين وفي تعاقد دائم مع اوروبا في التصدير، وفي عندنا مصنع اخر هيفتتح قريبا لبسترد البيض علشان التصدير، واحنا بنزود الانتاج بتاعنا. وانا اعتقد ان دي يعني الاشاعات دي مضره جدا، وعلينا كلنا ان نتوخى الحذر من اي معلومه بتيجي مش من مصدرها، لان المعلومات اللي مفتوحه كده مش من جهه رسميه اكيد هتبقى ليها تاثير سلبي علينا في حياتنا. طب ده بالنسبه للبيض السمك. والسمك نفس النظام، احنا اصلا ما بنستوردش سمك ولا بيض، يعني السمك ما بنستوردش خالص من الصين على سبيل المثال. طبعا احنا استيرادنا للسمك محدد، واللي انا عايز اقوله ان احنا بننتج انتاج 1.8 مليون طن سمك، وبالتالي احنا عندنا بنستورد 200 الف طن فقط، 250 ل 300 حسب اعلى تقدير. عندنا معامل معتمده دوليا لفحص كل ما هو يدخل للبلد في القطاع الزراعي، وبالتالي احنا حتى الاسماك بتفحص الى خلوها من الامراض ومن المسببات المرضيه وصلاحيتها لاستهلاك الادمي، فاحنا عندنا نظام صارم في ذلك. انما دي كلها اشاعات مغرضه ومش هتؤدي غير لحاجات مش كويسه. طب لو طلعنا من الاشاعات، النهارده كان في مؤتمر اللي هو مؤتمر الاتجاهات والتحديات الافريقيه. نعم. وكان في الجزء اللي هو الورشه بتاعه النساء الافريقيات، كان موجود 68 امراه يمثلوا الاتحاد الافريقي وبعض المنظمات الافريقيه، وكان في حفاوه النهارده جميله قوي بالدكتوره منى ممثله مصر. كانت دي رساله ان مصر ترجع الى الجذور الافريقيه اللي هي اساسنا. صحيح. وجود حضرتك كان ليه ثقل، بتفسري بايه؟ اللي بسطني ان السيدات كلهم مبسوطين، لان الحقيقه هم كلهم مكافحات، لان كل واحده جايه بتقدم قصه نجاح، ودايما الناجح يلتمس كده ان حد يقيمه وحد يقدره. والحقيقه انا سعدت بيهم جدا، لان احنا ابتدينا الحديث عكسي، مش انا اللي قلت الكلمه، احنا سمعنا كل واحد الاول هو مين وبيقول ايه عشان انا اخاطبهم ازاي واتعامل معاهم ازاي. انا عندنا الصور بتاع ايه النهارده اللي كانت الدكتوره منى كانت موجوده، الصور بتاع اللي الدكتوره منى بتمثل مصر
العنصر النسائي، وخصوصا لما تكون قوة فعالة. فارسة وزارة الزراعة، تخيلوا بقى الدكتورة منى موجودة في وسط النساء الإفريقيات، النساء الفاعلات، النساء الرائدات. رسالة من الدولة المصرية إلى إفريقيا، نحن نعود لكم، أنتم أهلنا ونحن أهلكم، ومفيش مسافات بيننا وبين بعضيكم. تعليق حضرتك عليها النهاردة، كان المردود إيه؟ المردود كبير جدا، لأن هم حسوا أن هم كان في حاجة يعني محتاجينها ولقوها، ودي حاجة حقيقية جدا. وطبعا هم قالوا أن إحنا عندنا يعني محتاجين مننا دعم فني في قطاع الإنتاج الداجني، لأن ده تقريبا مش موجود عندهم، وفي الاستزراع السمك المكثف. وإحنا إن شاء الله هنعمل يعني تدريب ليهم، لأن برضو إحنا كان عندنا تدريب للاستزراع السمك السنة اللي فاتت من الاتحاد الأفريقي، وأنا برضو روحت قابلتهم في معاملنا في العباسة في الشرقية، علشان يحسوا إن إحنا بنهتم بيهم، حتى لو هم شباب صغير أنا روحت مخصوص وروحت قابلتهم. ودي بتدي يعني التدريب والتعليم هو خير سفير لمصر في أفريقيا. كلام مظبوط. كل ما ندرب ونعلم شباب، أنا بعتقد المردود هيكون طيب جدا جدا. ومصر تعتبر بلد يعني فيها العلم وفيها الرؤى وفيها يعني الحقيقة عندنا امتيازات كتير، ولازم هم يستفيدوا منها، وهو ده الفكر القادم إن شاء الله. خصوصا مصر هي البعد الإفريقي، هي البعد الاستراتيجي لمصر، ومستقبلنا مع إفريقيا. فيش كلام. ليه؟ لأن كل اللي بيتدرب بيبقى هو سفير لمصر في بلده. ده صحيح. بيروح بيبقى إيه، بينطق بحال من دربوا هنا في مصر. وحاجة جميلة جدا لما بقابل الأفارقة وفرحانين قوي إنه جم مصر هنا وتدربوا على يد أساتذة وخبراء مصريين أخذوا العلم من منبعه. صحيح. ورجوعهم هناك بيجيب لنا مردود كويس جدا. صحيح. يمكن إحنا في قطاع الزراعة هو أكتر قطاع عندنا مركز دولي زراعي لتدريب الأفارقة، فإحنا عندنا الأفارقة شبه مستمرين موجودين في مصر. معظم وزراء الزراعة الأفارقة اتعلموا وتدربوا في مصر، واحنا بنزود دلوقتي في قطاعات اخرى. يمكن كان زمان الزراعه كزراعه، لكن دلوقتي هم متطلباتهم ان احنا في الاستزراع السمكي وفي الانتاج الداجيني، وان شاء الله هنزودها في البرامج القادمه باذن الله. بما ان احنا اتكلمنا على الاستزراع السمكي، زميلتي منى كانت بتتكلم على الاستزراع السمكي في الوادي الجديد. المشروع وصل لحد فين؟ احنا عندنا بننشئ مزرعه سمكيه في الوادي الجديد، احنا خلصناها الحمد لله. وهو دايما احنا دلوقتي داخلين في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، عشان استغل اكبر قدر من المياه في ان انا بستزرع عليها سمك، وفي صوبة عشان استغل المياه طول السنة، وان انا امنع عملية البخر كمان، واستخدم المياه دي في الاستزراع النباتي. يبقى انا عندي نظام متكامل، وبهنا بعظم قيمة المياه وفي عملية الإنتاجية. وده السيستم اللي موجود في وزارة الزراعة. احنا مش عاملين بس في الوادي الجديد، احنا عندنا في سيناء وجنوب سيناء، يعني احنا عندنا سيناء فيها ثلاث مزارع، عندنا في الروضة، عندنا في جنوب المطار، عندنا كمان في الطور، وعندنا في نويبع. فاحنا عندنا مزارع كتير عملناها الفترة اللي فاتت، ودي نماذج يعني مثلا الروضة احنا عاملينها عشان الشباب هناك وعشان الانتاج. فعملنا الاسبوع اللي فات على سبيل المثال، او يعني من شهر كده، مفيد عرب العلاقات اللي في القليوب، وضخينا فيه 500,000 زريعة. ده المعلم محافظ القليوبية اتكلم عليه واشاد بيه جدا، وانا كان ليا شرف المداخلة معاه، وقال انا بشكر الدكتورة منى محرز ان ساعدتني، وجت وتاني يوم بعتولنا الزريعة، ولدرجة انا ما كنتش متوقع رد الفعل السريع. هو الحقيقة يعني احنا بعتنا فريق فني قبل ما نروح علشان ياخد عينات ونتأكد ان المايه دي تصلح للاستزراع السمكي. والسيد الوزير مشكورا كان بيدعمنا، ويمكن النهارده السيد الوزير كان يعني بيقول لي لازم ناخد عينات تاني وتالت عشان نشوف بعد الاستزراع ايه اللي تم. واحنا فعلا هنعمل كده ونكمل، لان احنا المرحله التانيه هنعمل فيها اقفاص سمكيه. فلو الميه كويسه وتستوعب ان احنا اضافه اقفاص سمكيه لزياده الانتاج، ان شاء الله هنشتغل عليه.
طب لو قلنا العنصر البشري، نعم. العنصر البشري الاطباء البيطريين، نعم. في مشكله مزمنه وحضرتك كنت اتكلمتي فيها قبل كده وقلتي انا مستعده ان انا احل وادعم 700 طبيب بيطري في الشرقيه، نعم. عندهم مشكله وقالوا ان هو الورق موجود في التنظيم والاداره، وانا عرفت ان حضرتك متابعاه. طب حضرتك هم قاعدين مستنينا دلوقتي ومستنين الدكتوره منى هتقول لهم. الحقيقه انا يعني موضوع ده تعيين، هم معينين على صناديق، صح؟ أيوه. كده يعني احنا مثلا كان في عندنا في مكانين الاطباء البيطريين في الغربيه، والسيد المحافظ مشكورا كان في 100 طبيب وتم تعيينهم لان كان ليهم درجات اصلا، وفي اسيوط نفس الحكايه. يمكن الشرقيه 700 دول هياخدوا وقت لحد ما يلاقوا لهم طبعا، لان دي محتاجه دعم مالي كتير، لكن ان شاء الله الخطط اللي جايه، لان احنا يعني ان شاء الله يكون في توسع في الوحدات البيطريه، لان عمليه زياده الانتاج الحيواني وخطه الدوله وخطه السيد الرئيس في زياده الانتاج الحيواني ليها متطلبات في زياده الوحدات البيطريه عشان تغطي معظم القرى، وبالتالي هيبقى في احتياج للاطباء، وان شاء الله يكون ليهم دور ايجابي في خدمه الوطن باذن الله. اتفضلي. هو في رأي حضرتك يعني ايه دور الطبيب البيطري في مصر؟ كويس. هو انا عايزه اقول ان الطب البيطري بشكل عام على مستوى العالم يسمى السلطات البيطريه، الفيترينري اوثوريتي، ليه دور كبير جدا واساسي جدا. في ايه بقى؟ اولا في سلامه وصحه الانسان. ازاي؟ في عندنا 70% ل80% من الامراض اللي بيصاب بيها الانسان هي اصلا بتنقل عن طريق الحيوان، وبالتالي دور الطبيب البيطري ان يمنع نقل المرض من الحيوان للانسان عن طريق عمل سواء تحصين او علاج للامراض الحيوانيه المشتركه بنسميها زونوتك ديزيز، انها يتم معالجتها دون الوصول الى المواطنين. زي لما حضرتك كنت فاكره زمان ايام انفلونزا الطيور لما توفى من مصر عدد من المواطنين نتيجة الانفلونزا الطيور. دلوقتي يمكن ما فيش بنسمع عن حالات بشرية نتيجة المكافحة والمقاومة لمرض انفلونزا الطيور في الدواجن. فأدى دور. الدور الثاني إن أنا الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض اللي بتصيب الثروة الحيوانية، وبالتالي المردود الاقتصادي للإنتاج بتاعي يكون عالي، لأن أنا بحافظ على سواء من الإنتاج زيادة الإنتاج أو عملية النفوق، فكل ده أنا بحققه كطبيب بيطري. الحاجة اللي بعد كده يبقى أنا هنا بتكلم في أمن غذائي، لأن أنا بحافظ على كل ما هو بروتين حيواني، وبالتالي أنا بعمل أمن غذائي للمواطنين، أنا بحافظ على صحة المواطنين، أنا بمنع التلوث البيئي بالمعالجات بتاعتي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة. الطبيب البيطري دوره في التفتيش على المجازر والتأكد من أن المواشي اللي تم ذبحها لا تنقل أمراض إلى المواطنين، زي مثلا زي السلة على سبيل المثال، أو الديدان الشرطية أو خلافه. فالطبيب البيطري بيؤمن الأكل المواطنين، عملية التفتيش على المحلات والمخازن، وإحنا يمكن حضرتك بتسمعوا الأيام دي كتير قوي إن إحنا بنمسك لحمة فاسدة، بنمسك فراخ فاسدة، وبشدة. ليه؟ لأن فعلا في عمل كبير قوي بيقوم به قطاع التفتيش في الطب البيطري. الطبيب البيطري مش بس التفتيش الداخلي، احنا عندنا المحاجر البيطرية، كل ما هو من أصل حيواني سواء حيوانات أو منتجاتها بتدخل البلد بيتم فحصها ظاهريا من الطبيب البيطري ومعمليا من الأطباء البيطريين في المعامل المرجعية بوزارة الزراعة. فدور الطبيب البيطري كبير جدا، لان هو عنده البيزك ساينس بتاعت العلوم والامراض، وبالتالي حتى احنا بندرس الفارماسيوتكس اللي هو علم الادويه واللقاحات، كل ده بيديني منظومه علميه لعمل بيحمي المواطن وبيحمي الثروه الحيوانيه اللي هي في الاخر امن غذائي وامن اقتصادي للبلد. طب لو قلنا في على الساحة موجود دلوقتي والناس كلها الفلاحين اللي عنده قطيع من المشاة أو بعض حتة واحدة أو اتنين الآن من الالتهاب العقدي،
نعم. قالوا ان في مشكله كبيره جدا والاشاعات والسوشيال ميديا شغال والحق ومجزره وقصه وحدوته. صحيح. وحضرتك نزلتي بني سويف ونزلتي الفيوم. والفيوم ونزلت المنيا. نزلت المنيا، نزلنا هناك، ايه اخبار الدنيا؟ هل هي الشكل السوداوي اللي طالع عليه السوشيال ميديا ولا على الطبيعه حاجه تانية؟ الحقيقه على الطبيعه حاجه تانية، مش هننكر في بعض الحالات المرضيه، لكن بالشكل الضخم قوي ده، ده طبعا مش حقيقي. لكن كمان عايزه اقول ان لما نزلت لجان التحصين ناس كتير برضو مش ما كانتش بتحصن، خاصه في المحافظات الصعيد في اوائل الصعيد كده. لما ما بيحصنش عرضته للمرض اكتر، لان المرض ده مرض فيروسي موجود، والمشكله انه بيتنقل عن طريق الناموس او البعوض، وبالتالي الاماكن دي عاده فيها بعوض فبتتنقل، او لو في برك او في مستنقعات فالناموس بينقل المرض من بسرعه. فهنا كان في بعض المشاكل، لازم لما يكون في مشكله ما نقفش عندها، ان يقول احنا ايه الحلول الحاليه والسريعه وايه الحلول المستقبليه. احنا الحلول السريعه الحقيقه يعني تظافر معانا الساده المحافظين للثلاث محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وكل يعني محافظ تبرع ب 100,000 جنيه للعلاج مجانا لجميع المواطنين الا عندهم حالات. وسيد الوزير طلع 300,000 جنيه من صندوق التامين على الماشيه على اساس يبقى عندنا الادويه اللازمه، لو حصل حالات في اي مكان في مصر احنا نعالج مجانا. فدي حالات سريعه، لان النهارده انت عندك مرض لازم تعالج، طالما كمان ما حصنتش. احنا النهارده هنا الصور بتاع حضرتك وفي الجولات موجوده، ادي صور الدكتوره منى محرز اللي احنا بنقول اما بيقولوا لنا لا انتوا بتقولوا كلام في الهواء، لا انا ما بقولش كلام في الهواء، دكتوره منى محرز ما بتقعدش في المكتب طول النهار موجوده في وسط الفلاحين. وادي الصوره اهي يا دكتوره منى في المواقع اللي حضرتك نزلتيها، الاماكن دي كانت فين؟ يمكن دي كانت في الفيوم. انا لفيت طبعا كل المحافظات مره واثنين وثلاثه وعشرة. يعني انا طبعا بحب فعلا انزل واشوف بنفسي كل حاجه، لان هي بتديني رؤيه حقيقيه. وبعدين انا يمكن بحب استشف من الناس نفسها، صح، هو ايه المشكله، وعايزه اوصل للحقيقه، وعايزه كمان احيانا بمناقشتي مع المربيين بنطلع بحاجه كويسه. فانا بحب انزل وبحب اتعامل مع المربيين، وكمان بحس ان دي بيحس ان يعني الحكومه قريبه لي. صح. انا نزلت في مثلا في قريه من قرى يوسف الصديق، لقيت ان في وحده بيطريه مقفوله بقالها 20 سنه على سبيل المثال. فهنا بقى كنت اعرف ازاي. صح، ما كانت لازم يكون الزياره الميدانيه. فانا لما الناس قالوا لي احنا ما عندناش وحده بيطريه، وقعدنا نمشي ونسال لقينا ان في وحده مقفوله، فتم فتحها في اصبعها وتم عملها والدكتور بيتري راح. انما عايزه اقول ان تواجد المسؤول مع المواطنين مهم جدا. صح. لانه هو حتى بيحس ان الحكومه قريبه ليه. كلام مظبوط. وده منهجيه يعني الواحد بيحبها، وانا سعيده بيها الحقيقه. و ده اسمك ده قطاع الثروه السمكيه. جميل قوي، جميل قوي ان المسؤول يكون متواجد، وجميل قوي الناس تحس ان الحكومه بتنزل لهم مش هم اللي بيجروا على الحكومه. صحيح. جميل قوي. دي بورسعيد. وانا شفت ان في كان صوره تانية حضرتك كنت راكبه فلوكه صغيره. أيوه. وبتقدفي. انا رحت بحيره المنزله، ورحت طبعا بحيره البرولز، ورحت كل البحيرات. مفيش بحيره ما رحتهاش. ودي حاجات اساسيه عندي، اعرف كل حاجه على الطبيعه. وعايزه اقول حاجه تانية بقى. فضل. بالنسبه للمواطنين، علشان مشكله الجلد الحقد، زي ما احنا بنحل سريعا لازم المواطن والمربي يبقى معانا، بنحط السياسات عشان خاطره. طب ايه الارشادات اللي نقولها للناس؟ علشان هو دلوقتي لما الدكتوره منى محرز نزلتي في الجولات كان كله قال لي الدكتوره منى محرز جايبه في شنطتها فلوس وهتدينا تعويضات. طيب الحكومه بتقول اللي مؤمن على المشايه بتاعته هياخد تعويضه. مظبوط. طب لو انا اهملت استحمل اللي جرالي. مظبوط. يبقى المفترض احنا بنتعلم من التجربه للي جاي. بالزبط. نقول للناس الارشادات لقادم الايام ايه؟ عايز اقول للناس ان احنا دلوقتي حملات التحصين محدده في الوقت، وبالنادي في الميكروفونات في الجوامع والكنايس قبلها باسبوع وليلتها بالليل عشان الناس ما تسرحش المواشي بتاعتها،
والصبح كمان بنبعت بنقول رسالة في الميكروفون. كل الناس كل المواطنين يستجيبوا لينا في تحصين المواشي بتاعتهم، لأن التحصين ده عشان أمنع المرض مش علشان أعالج، لا ده عشان أمنع المرض. صح. فأنت النهاردة لما جيلك ما تستهترش وتقول أنا المواشي بتاعتي سليمة. يعني في سيدة قالت لي أنا هم نادوا في الميكروفونات بس أنا ما روحتش لأن العجل بتاعي سليم. لا الوقاية خير من العلاج. هي مش هي فاكرة إن ده لل خلاص فلت. لا إن هو إن أنا بعالج مش إن أنا بمنع المرض. أيوه. فقلت لها لا. فطبعا لما بنقول لهم لا تعالوا كلكم عشان تحصنوا، لأن إحنا حاطين مواعيد ثابتة للتحصينات للأمراض المختلفة. فمش معنى إن أنا عملت حملة للحمى القلاعية وبعدها بشهرين بعمل الجلد العقدي ما تجيش وتقول أنا حصنت. لا ده يمشي على جميع المواشي في جميع الأوقات. الحاجة التانية، طب حصنت وعملت اللي عليك وعيت أو ما حصنتش وعيت، روح الوحدة البيطرية. لازم تروح الوحدة البيطرية وتشوف إن هما لازم يعالجوا لك المواشي دي عشان ما تحصلش عدوى وتتنقل لغيرك. الحاجة التانية زي ما حضرتك قلت فضلني. التأمين. أو. طب أنا النهاردة كل الناس عايزين تعويض، تعويض من مين؟ أنت حضرتك النهاردة حظنا حلو كدولة، إحنا عندنا الصندوق التأمين على الماشية ده من أقدم الصناديق، بيخدم المربيين. انت بتدفع 1.5% من قيمة راس الماشية دي، ولو حصل نفوق اولا هما بيعالجوا التأمين لو في مشكلة، وطبعا بيهتمين بالتحصين جدا. والحاجة التانية لو حصل نفوق انت بتاخد كامل الثمن للعجل بتاعك او راس الماشية بتاعتك. ودي نقطة حاكمة، لان كان زمان التأمين مش بيعوض في الأمراض الوبائية اللي هي زي الجلد العقدي والحمى القلاعية والريفت فالي والحاجات دي كلها، لا. النهاردة احنا أصرينا والحقيقة مشكورين العاملين في التأمين على الماشية، وافقوا ان هم الدكتورة حميدة دكتورة شاطرة ونشيطة صحيح، دخلتها في المجموعة ان حتى لو أمراض وبائية هيتم أخذ تعويضات. واحنا خدنا ويعني السيد الوزير كلفها ان هي تدفع 300,000 جنيه الفترة اللي فاتت للعلاج. أيوة. مساهمة من الصندوق في العلاج مجاني. وفعلا مجاني. وهو ده اللي حصل. الحاجة اللي قبل ده كله ان كل ما نيجي نرقم عشان نبقى عندنا قاعدة بيانات واضحة ان احنا عندنا كام راس ماشية، عشان لما بحط خطتي لشراء اللقاحات وجرعات التحصين يعني اللي هحصن بيها ابقى عاملة حسابي على عدد. فلازم كلنا نتكاتف، احنا بنشتغل لخدمة المربيين. وانا ما زلت مصرة ان انا كموظفة حكومية انا بخدم المواطن اللي محتاج خدمتي، لان احنا بنشجع الانتاج. الانتاج هنشجعه يبقى كمان انت يا مربي تخاف على حاجتك ورأس مالك. هو ممكن يكون وتتعاون معايا ما بيبقاش فيه توعية بالنسبة للامراض، يعني الناس مثلا تقول لا هي مش مثلا انا عندي المشية مش تعبانة فانا مش هروح احصنها. هي دي يبقى احنا هنا التحصين مش للعلاج، التحصين لمنع المرض. فعشان كده انا مش على فكره حتى لما يعني نقول للناس بقى لو انت العجل بتاعك ده عي وعالجته هو بيتاثر برضه في اثناء المرض، لا بيزيد انتاجيه ولو بينتج لبن بيقل انتاجيته، ما بتزيدش في الوزن بتاع اللحوم بتاعته. فانت النهارده ليه تخسر اصلا؟ ليه ندي فرصه لظهور الامراض؟ الوقايه خيرا من العلاج. فالتحصين هو وقايه من الامراض، وان هو يحافظ على المواشي بتاعته، وان كمان ما يضرش الاخرين. يعني انت حضرتك لما يكون حتى حصلت حاجه نفوق، عندك حاله فيها نفوق، ما تروحش ترميها في الترع، الترع اللي بنشرب منها والحيوان بيشرب منها وتنشر المرض. فاحنا النهارده لازم احنا في مجتمع كلنا لازم نخاف على بعض. لا انت لما يبقى حاله نفوق بلغ الطب البيطري، والطب البيطري هيقوم بالاجراء اللازم بالتخلص الصحي من المدفن، المدافن الصحيه بالظبط. انما ليه ترميه في الترع عشان تنشر المرض للاخرين؟ طب ما حتى دي حرام. طبعا انا باذي ولنفسه. لو كل واحد انا باذي الاخرين وباذي نفسي زي ما صح. حضرتك بتقول لو كل واحد قام بدوره هتبقى منظمه كلها كامله بدوره. واخاف عليكي وتخافي عليا، لان احنا المجتمع مش بيتفصل عن بعضه، احنا في الاخر كلنا بنقول احنا كلنا كويسين. لو ضرر بيعم ولو كويس برضو بيعم بالظبط.
لو قلنا بقى عندك جميلة لا تدريب متميز. لا وهي منطلقة عشان بتحب الدكتورة منى. شرف ليا ان انا قاعدة مع حضرتك الله يكرمك. مشروع البتلو. نعم. مشروع البتلو هو المشروع الذي تم إحياؤه بعد فترة من النسيان. مصر محتاجة ان احنا نكون عندنا سلالات كويسة، مش هتطلع الا من مشروع البتلو. التربية، المزارع بتغير، كان لازم دعم الدولة. وانا عارف ان الدكتوره منى قابلت بلاء حسنا في الجزء ده، والقريبين منك عارفين. طب بنقول للناس كلهم في مصر ايه اخبار مشروع البتلو؟ هو احنا عندنا في لزياده الانتاجيه ثلاث قطاعات. حضرتك اتكلمت على البتلو، والبتلو ده كان زمان عندنا مشروع مخصص بيدي قروض ميسره لشراء الاعلاف لتربيه الذكور من الجاموس فقط. مشروع البتلو الحالي اختلف تماما. هو النهاردة ممكن القرض عشان تشتري رؤوس ماشية وتشتري علف. تمام. فبالتالي حتى لو حضرتك الشاب أو السيدة اللي ما عندهاش خالص، تقدر يبقى عندها مواشي تشتري عجول وتشتري العلف من القرض. الحاجة التانية احنا كنا بنخلينها للذكور. النهارده للذكور والاناث، لان الاناث عندي مهمه جدا ان انا احافظ عليها عشان هي اللي هتنتج لي بعد كده. فاحنا فتحناها للاناث، كانت للجاموس فقط، للجاموس والابقار. فالنهارده هو مشروع متكامل لزياده الانتاج اللحوم، وكمان الحفاظ على الاناث من الذبح، لان النهارده ساعات مربي مش قادر ياكل فيذبح الاناث. الاناث أيوة. دي طيب بما ان احنا بنتكلم عن الموضوع ده، وهنتكلم عن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية. نعم. وبما ان احنا هنتكلم عن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ناخد الو. ماشي. الو، اهلا وسهلا باللواء دكتور ابراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. اهلا وسهلا. معلش معلش سهرناك، انا عارف انت بتنام بدري. لا ابدا. طبعا موجودة دكتورة منى مشرفانا، وعاوزين نعرف بس من حضرتك دور، نعرف الناس دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية فين، وخصوصا احنا داخلين على العيد الأضحى المبارك كل سنة حضرتك طيب. ايه الاستعدادات؟ تمام. هو حضرتك احنا بنبقى الاستعداد طبعا. انا بس احب امسي على السادة المشاهدين وعلى الدكتورة منى، وكل سنة وحضراتكم بخير وطيبين. صح والسلام. احنا طبعا بالنسبة للاستعداد للعيد، احنا بنبقى جاهزين، بنجهز فيه من مدة، لان احنا المفروض ان بيبقى فيه خلال الفترة المتسبقة للعيد، فترة طويلة شوية، بيبقى فيه العجول اللي بتبقى واردة من مستوردة من بره، اللي بتعمل فيها اجراءات الحج بتاعتها وعملية التجهيز بتاعها، بيبقى فيه عجول جاية جاهزة للذبيح، وفي اللي هي العجول اللي هي بتبقى تربية. برضو عملية اللحوم اللي بتيجي خلال برضو الفترة اللي بتبقى تملي في الفترة اللي قبل العيد، بتبقى اللحوم اللي بتبقى واردة زي كانت مبردة أو مجمدة. طبعا اللي هي بتاخد منها عينات وتتحلل وتاخد منها الإجراءات بتاعتها، بحيث إن احنا نضمن إن هي تكون مصدرها وصالحة للسجل الفني. وطبعا بنبقى الكلام ده بنتابعه من دولة المنشأ في الأول خالص. بالنسبه برضه بقى ليه احنا كل ما بنقرب العيد بيبقى فيه طبعا بنزود الفترات بتاعت الشغل بتاعت العمل والاطباء البيطريين داخل المجازر، بحيث بنعمل تكثيف للشغل فيها، لان بيبقى فيها عدد الحالات بتاعت الذبح بتبقى اكتر من الايام العاديه. وطبعا احنا بنبقى الدكاتره بتبقى في الحاله ديت طبعا بتراعي الحيوانات اللي هي برضه بتشوف تكشف عليها قبل الذبح وبعد الذبح، بحيث ان برضه تبقى اللحوم اللي هي ان شاء الله بتبقى للساده الجمهور تبقى سليمه. وبرضه احنا بنفتح المجازر لخدمه الجمهور لاي حد بيذبح ويذبح مجانا بالنسبه للاضاحي بتاعت العيد. يعني معنى كده يا دكتور ابراهيم الهيئه بتحاول تعمل تغيير ثقافه المواطن المصري، بدل ما اذبح في الشارع طب من عند المجزر، حتى حاجه ادميه وحاجه صحيه. تمام تمام تمام. وصحيه وبرضه محافظه للبيئه، وبرضه المخلفات والدم كلام من ده، دي برضه بتعمل مشكله وبتعمل بعد الناس ما بتذبح الشوارع زي ما حضرتك بتبقى عارف،
انا لما بعمل الكلام ده يبقى في المجزر بيتبح، يبقى برضه الوضع بيبقى صحي وملائم، وفي نفس الوقت بيتم الكشف على الذبيحه بحيث انها برضه تبقى سليمه، ويبقى برضه المواطن اللي بيستخدمها يبقى عارف انها لحمتها سليمه وتم الكشف عليها. طيب هل الهيئه العامه للخدمات البيطريه محتاجه اي دعم من دكتوره منى واحنا على الهوا كده يلا بقى ايه نهدي النفوس؟ هي الدكتوره منى طبعا ما تاخرش علينا في حاجه، واحنا طبعا بنبقى متاخرين للمصلحه في الاول وفي الاخر مصلحه الدوله، وفي نفس الوقت احنا بنبص برضه لمصلحه المهنه، بنبقى حريصين جدا على جميع الساده الزملاء، واحنا عارفين ان بيبقى في ضغوط وفي شغل وفي كثافه في حجم الشغل شويه، ولكن ده الضريبه اللي احنا بندفعها واللي احنا لازم واجب علينا ان احنا نامن الثروه الحيوانيه لمصر، ونساعد طبعا الساده المربين ونحافظ ونحاول على قد ما نقدر وقدر استطاعتنا وبالامكانيات المتاحه ان احنا نحافظ لهم على حاجتهم ونرميها ان شاء الله. شكرا للواء دكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، متشكرين جدا، والهيئه العامه للخدمات البيطريه حائط الصد الاول على الحدود. مفيش كلام. وايه يعني معنى كده؟ الهيئه لما بنلاقي ان في الظبطيات اللي موجوده في الشارع طبعا اللي بينزلوا ظبطيات كتيره، الفرخ الفاسده، اللحوم الفاسده، بيبقوا هم حائط الصد، الاطباء البيطريين بيطلعوا للدول المنشا عشان الحاجات اللي هي جايه اذا كانت مذبوحه او حيه، بتدي حاله من الطمانينه للناس. هو طبعا الطبيب البيطري بيقوم بدور كبير قوي، سواء منع دخول الامراض عن طريق الحيوانات واللحوم المستورده، دي نقطه، وكمان داخل البلد من تفتيش على اللحوم الفاسدة والكشف عنها، ودي حاجة مهمة جدا لصحة المواطنين. ويمكن يعني الدكتور إبراهيم قال ان حتة مهمة جدا يمكن مش واخدين بالنا منها، ان في العيد كل الناس بتبقى اجازة، بس الاطباء البيطريين صح قاعدين في المجازر مش اجازات، او بيفتشوا على اللحوم في المحلات، ودي نقطة الحقيقة يعني دايما، وفي الامراض وفي التحصينات، يعني هم الحقيقة في عمل دؤوب في الحقل بشكل كبير جدا للحفاظ على الثروه الحيوانيه وصحه المواطنين. طب لو قلنا بقى كادر الاطباء البيطريين، نعم كادر نعم الاطباء البيطريين، نعم هو الاطباء البيطريين هو عنصر فعال صحيح، لكن مهضوم الحق، كتير منهم بيقولوا عاوزين نعرف الكادر وصل لغايه فين، احنا بنشتغل في اقصى الظروف وباقل الامكانيات، وما بنقولش لا صحيح. طب متى يظهر كادر الأطباء البيطريين إلى النور؟ إحنا تقدمت للسيد الوزير الحقيقة بحق الأطباء البيطريين في الكادر زيهم زي العاملين أو الأطباء في النقابة العامة للأطباء، لأن النقابة العامة الأطباء البيطريين هم جزء منها، الجميع بياخد فعلا حقه، وإن شاء الله أنا على يقين إن الدولة إن شاء الله هتدي لهم حقهم في المرحلة الجاية، لان هو عليه دور كبير جدا وزيه زي اي طبيب، فان شاء الله ربنا هيسهل وياخدوا حقوقهم باذن الله. يعني نقول نطمنهم نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله. طب انا عن يقين ان الحكومه يعني شايفه المجهود وشايفه العمل، وان شاء الله واحنا عن يقين ان شايفين الدكتوره منى بتسعى ان لتحقيقه إن شاء هو الله. ده اللي في ايدينا واليقين اللي احنا متاكدين منه ان شاء الله، لان هم فعلا ما هماش موظفين عاديين، لان هم فعلا بيشتغلوا معظم اليوم، لان هم فعلا بيواجهوا مخاطر نقل الامراض ليهم، فكل شغلتهم الحقيقه مخاطر، وان شاء الله يعني ياخدوا حقهم في القريب العاجل. طب انا هسال سؤال، منذ ايام صدر او ظهرت الى للنور الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، هل نعم هناك تعارض ما بين الهيئه القوميه لسلامه الغذاء وما بين وزاره الزراعه والطب البيطري، وخصوصا الهيئه القوميه لسلامه الغذاء بتقول انا ليا كل الصلاحيات، هل هناك تعارض ما بين الهيئه القوميه لسلامه الغذاء وما بين الرقابه داخل وزاره الزراعه، في اذا كانت بيطري اذا كانت زراعي؟ لان خصوصا حضرتك احنا دلوقتي انت النائب الوحيد لوزير الزراعه، كان الاول بيقولوا كان في ثلاث نواب، دلوقتي ما فيش الا نائب واحد، نائب وزير الزراعه، وانا مش محبذ كلمه نائب وزير الزراعه يعني للسمكي والدجين وكده، لا انت نائب وزير الزراعه لكل المجالات. فاحنا عاوزين نعرف هل في تعارض ما بين الاثنين؟ اشيل بس الحمل اللي عليا. هو طبعا سلامه الغذاء بتبتدي من التقاوي، من الارض، من الميه اللي بنروي بيها، من
البيضة اللي بيبقى منها الكتكوت من سلسلة حياته، من الأمراض اللي اتعرض لها، من العلاج اللي خده، من المضادات الحيوية اللي إمتى يتذبح الحيوان ده وإمتى ما يتذبحش. فطبعا سلامة الغذاء مش بالمنتج النهائي، لكن هي سلسلة من الإجراءات المتبعة في تاريخ حياة النبات والحيوان. وبالتالي هنا دي آلية وزارة الزراعة معنية بها بالكاد، يعني بكل شيء، لأن هي وزارة الزراعة هي اللي معنية بالإنتاج الحيواني والداجيني والسمكي والزراعي بالكامل. في العالم كله سلامة الغذاء بتتشك بقى على كل الناس دي. تتشك على إيه؟ هل أنا كوزارة زراعة عملت الإجراءات اللازمة طول المراحل علشان أطلع منتج آمن وسليم؟ فدايما سلامة الغذاء بتاخد آخر حتة. ليه إيه؟ أنت حضرتك رايح تشتري كيلو اللحمة ده أو علبة البلوبيفي أو واتيفر بقى، وتقوم آخر مرحلة تاخد العينة دي قبل ما المواطن ياخد، يعني بيسموها إيه؟ يعني المراحل النهائية، المرحلة النهائية اللي هي من التاجر للمستهلك مباشر. تمام. تاخد العينة دي وتعمل لها اختبار، تشوف هل دي صالحة للاستهلاك الآدمي. طيب هي كانت المشكلة فين؟ مشكلة في الإنتاج من الأول، فيها مضاد حيوي، فيها سموم فطرية، لأن حتى مش بس يعني بنتكلم على حيوان على المضاد الحيوي، لو أكلت علف في سموم فطرية، السموم الفطرية دي هتتنقل في اللحمة. صح. ولا في عملية التصنيع لعلبة البلوبيف دي كان الإضافات وخلافه كانت فوق المسموح. ممكن يحصل تفاعل من العلبة نفسها. دي حاجة تانية. إنما ممكن كمان الإضافات للحفظ وخلافه تكون بالنسب مش هي النسب المحددة صحيا. فيقدر بقى هنا لما يعرف السبب في مشكلة ده، هل ده آمن ولا غير آمن، أو سليم ولا أو صحي وغير صحي، يبتدي بقى يعمل تريس باك. أيوه. على هي جات منين المشكلة دي. تمام. وبالتالي يشوف هل يا وزارة الزراعة خدتي مثلا عينة من مثلا المنتج ده، شفتي فيه المضادات الحيوية ولا السموم الفطرية ولا تبعتي تحليل المطبقات المبيدات دي حاجة تانية. لو أنا مثلا باخد فاكهة ولا خلافه واشوف المبيدات، هل كان في مثلا إجراء تم عشان أتأكد أن قبل المحصول ده ما بيخرج للاستهلاك والسوق كان خالي من المبيدات؟ كل دي إجراءات الزراعة عندها internal audit، لأن هي عندها معاملها المختصة في الفحوصات، وبالتالي بتقوم بدورها التقليدي في مراحل المختلفة من الإنتاج. يعني حضرتك بتقول إن يحصل تعاون لا تعارض. طبعا تعاون لا تعارض. تمام. إحنا وإحنا طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما راح من في الأسبوع ده السودان، وحاجة جميلة جدا، راح هناك للشعب السوداني. الشعب السوداني هو البعد الاستراتيجي لمصر، وأحيا اتفاقيات هناك. وبما ان احنا داخلين على العيد وداخلين على المحاجر، فنقول الو معانا المسؤول الاول عن المحاجر في هيئه الخدمات البيطريه، الدكتور احمد عبد الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك طارق بيه، وتحياتي للاستاذه الدكتوره منى معالي نائب وزير الزراعه. ربنا يخليك يا دكتور. عاوزين نعرف بقى، بما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي راح السودان وبيفعلوا دور اللجنه المصريه السودانيه المشتركه، وان اكبر دوله مصدره للحوم الحيه لمصر بتيجي من السودان وجايه من عند المنافذ المصريه على الحدود السودانيه، قول لنا ايه اخبار المحاجر على الحدود؟ هل الانتاج اللي داخل ده مؤمن؟ وهل هو يكفي حاجه الشعب المصري خصوصا في العيد؟ شوف حضرتك، هو حضرتك بالنسبه للمحاجر البيطريه لازم اتاكد تماما ان المنتج سواء كانت حيوانات حيه او كانت لحوم عند دخولها الاراضي المصريه تكون سليمة تماما، سواء من ناحية الوضعية لو كانت حيوانات حية أو صالحة للاستهلاك الآدمي لو كانت لحوم. إحنا اتجاهنا لأفريقيا واتجاهنا للسودان بالذات طبعا مركزين عليه، لأن هي الإنتاج الطبيعي لمصر، يعني مصر والسودان طول عمرهم بلد واحدة، بلد وادي النيل، إن هي في تكامل بين مصر والسودان. نقدر نقول إن إحنا السنة دي كمان أخذنا منهج جديد، إن إحنا جميع تقريبا يعني سنة 2018 100% من عيون الذبيح الفوري كلها قادمه من السودان. وصلنا خلال هذا العام لاكثر من 50,000 راس
نبحث عن المحاجة الخليجية، المنافذ الخليجية اللي موجودة في منطقة أوستل ومنطقة أبو سمبل. عدد المحاجة الخليجية وصلت في منطقة أبو سمبل إلى أكثر من 13 محجر. في عندنا ثلاث مجازر خليجية، في عندنا محجرين بالجمال، في عندنا محجر موجود في سفاجة ومحجر خاص موجود في الغردقة، وعندنا محجر ثاني موجود في منطقة الإدارية في السويس. دي كلها محاجر خليجية تخدم افريقيا والسودان بالذات. فطبعا مركزين جدا جدا على السودان، وزارة معالي الرئيس طبعا احنا نامل ونطمع انها تطور العلاقات بيننا وبين السودان، ان احنا زي ما قلنا لحضرتك بقى غذاء امن وغذاء مراعي طبيعيه. واعتقد طارق دي حضرتك برضه شرفت بالزياره هناك في سمبل. صح، وكنت سعيد جدا بيها. والدكتوره منى برضه كانت شرفتنا في الزياره هناك في المحاجر في سمبل. الدكتوره منى تعبانه بتحركاتها ما بنعرفش نلاحقها. والله تتخيلها. انا عايز اقول لحضرتك من ساعه لما اتولد اديك شفت حضرتك الناس حتى ابتدت تسمع وتعرف يعني ايه الطب البيطري موجود في مصر. وعملت حاجه جميله قوي كمان، ان خلت يعني الفروع المختلفه للثروه الحيوانيه والسمكيه والدجينه بقينا نشوف بعض. يعني كنت اول اعرف انا الثروه السمكيه كنت اعرف مسؤولين عنه، بدنا نعمل اجتماعات دلوقتي نفتح مع بعضينا سواء في الانتاج المحلي او في غرض التصدير. بقينا نشوف بتوع الثروه الداجنه بقينا معاهم اجتماعات، ونقدر يعني ننسق الاستيراد بتاعنا خطه استراتيجيه بناء على الاحتياجات الفعليه لمصر. فطبعا لا تطور هائل، وان شاء الله يعني احسن واحسن الفتره القادمه. لا انا يا دكتور احمد يمكن انا اكثر حاجه بسالك لسبب، لان انت ابن الجنوب. لمن لا يعلم الدكتور احمد عبد الكريم ابن اسوان، واسوان ليها حق كبير عندك، وانا عارف انت مش مقصر، بس انا بسالك دور هل الاماكن الحدوديه دي تشغيل وابناء الصعيد لهم اولويه فيها، ولا بنلاقي الناس جايين من وجه بحر ياخدوا شغلهم هناك؟ لا شوف حضرتك زي ما حضرتك بتقول فعلا، انت اكتر مثال على الرد على سؤال حضرتك. مثلا مشروع الداجيني اللي في منطقه سوسكا اتفضلت بالظبط الدكتوره منى، وكنت انا برضه كان شرفنا نجيبي معاها في زياره مزارع الدواجن بتوسكا، واستقبال اول دفعه كانت جايه من جدود جدود الدواجن في المنطقه ديت. انا عايز اقول لك ان الاولويه لابناء اسوان، يعني دي كانت من ضمن سياسه الشركه هناك ان اولويه لابناء اسوان. زائد ايضا المحاجر الحدوديه عندنا بتخدم ابناء اسوان سواء المقيمين او الوافدين اليها، وكانت اقامتهم الفعليه موجوده في اسوان. عندنا فعلا فتحت مجالات عمل كتير، اتفتحت يعني عماله لخدمه القطعان اللي جايه من الجنوب. لا حضرتك في تطور هائل في منطقه توسكا هناك بالذات، والمنطقه الثانيه الشرقيه اللي تقع على البحر الاحمر. انا بشكر الدكتور احمد عبد الكريم المسؤول الاول عن المحاجر في مصر وابن منطقه الجنوب او ابن الصعيد بالاخص واسوان. هنسال. شكرا يا دكتور. احنا هنقول في ناس بعتين اسئلة بيقولوا اسأل الدكتورة منى هل في مانع يعوق استيراد الماعز والاغنام من خارج مصر؟ بالعكس، احنا الايام الجاية دي عاملين ان شاء الله هيبقى في مشروع لاستيراد الماعز الزيادة الانتاجية العالية، على اساس نشجع، لان مش كل الاماكن نقدر نربي فيها مواشي. صح. يعني المناطق الحدوديه ومرسى مطروح وسينا، كل دي مناطق عايزه ماعز واغنام. فاحنا ان شاء الله دي الاليه يعني الجديده، وما فيش ما يمنع ابدا الاستيراد. طب كان في مشروع كان في مركز البحوث الزراعيه قبل الثوره، وكان اللي هو استنباط انواع جديده من الماعز. جت الثوره، المشروع اندثر، ما فيش آلية ان احنا نبدا نعيده. هم عندهم كذا مشروع الحقيقه، معهد الانتاج الحيواني، وعندهم يعني انواع من الماعز عاليه الانتاج برضو، لكن يمكن احنا بنختار انواع مختلفه تناسب بيئات مختلفه، لان مصر على فكره ليها اكتر من بيئه يعني مناخيه. في مصر هتلاقي منطقة سينا مختلفة، الدلتا مختلفة، جنوب الصعيد، شمال الصعيد، فتلاقي احنا عندنا يعني تميز مناخي من مكان لمكان بيحتاج انواع جديده وسلالات جديده، وهو ده اللي احنا شغالين فيه. طب معانا الاطباء البطاريين في حراك بينهم بعضهم بيقولوا ما بين مؤيد ومعارض. معانا اتصال ونقول اهلا وسهلا بالدكتور عمرو صالح. اهلا وسهلا بيك يا دكتور عمرو.
ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام بركاته. ايوه يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. طيب ايه ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. طيب انت قدام التلفزيون ولا بره؟ لا انا مش قدام التلفزيون. طيب طب احنا طبعا في موجوده معانا ومشرفانا الاستاذه الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه. فايه السؤال بتاعك في عجاله من الوقت؟ لا يا فندم انا عايزك تديني حوالي بس 3 دقائق كده. تمام. لا هما دي هما دقيقه ونص. طيب انا ممثل تقريبا المعارضه الحقيقيه في الطب البيطري، وفي شهاده حق لازم تتقال. تمام. انا قبل ما تيجي سياده الوزيره الدكتوره منى محرز، تمام، كنت طلعت برنامج مع وائل البراشي. انا قعدت شهرين ما قبضش بعديها من كتر الجزاءات اللي احنا خدناها. الان احنا بنتكلم بكل قضيه. تمام. الدكتوره منى احنا بنتصل بيها 7 الصبح بترد علينا، بنتصل بيها 11 بالليل بترد علينا، بتواجه المشاكل بجد. ماشي. اكيد احنا في مشاكل في الطب البيطري، دي حاجه اكيد، بس في نفس الوقت الدكتوره منى بتسعى معانا لحل هذه المشاكل. خلاص. الجهاز الاداري في الدوله في صندوق التامين على الماشيه، تمام، الدكتوره حميده الشيخ، الناس عامله مجهود جامد جدا. الرساله اللي انا عايز اوصلها طارق بيه حضرتك ان احنا عملنا مبادره ان احنا صندوق التامين ينزل مع الفلاحين يوفر لهم قروض 5% والتامين على الماشيه والتعويض، وفي عندهم علف معمول ومدعم ومعمول بطريقه كويسه. احنا عايزين ننشر الافكار دي على مستوى مصر، عايزين نبدا نبني البلد دي. تمام. مش عايزين كل حياتنا تبقى معارضه وخلاص. تمام. اكيد في ايجابيات واكيد في سلبيات. وانا بحيي فيك. خلي بالك. اتفضل 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 اتفضل. انا ما حدش ينكر المجهود اللي بتقوله الدكتوره منى محرز. وبالنسبه للطلبات العاديه بتاعتنا بتاعت الكادر، انا متاكد ان هي قدمت الطلبات دي كلها لمعالي رئيس الوزراء، ومتاكد ان احنا طلباتنا كلها هتيجي، ومتاكد الدكتوره منى ان شاء الله هتعمل معانا احلى مجهود. ولكن هي المشكله الحقيقيه يا فندم ان احنا عندنا الهيئه فيها ناس كويسه بتشتغل، وفي ناس كتير كويسه بتشتغل، لكن وكلاء الوزاره بتتبع المحافظين بتتبع المحليات. تمام. في هناك تعتيم على الحقيقه، وكل شغلهم بالورق. ماشي. مش كل وكلاء الوزاره على نفس المستوى، ولكن برضه في عهد الدكتوره منى محرز جالنا 2 وكلاء وزاره زي وكيل وزاره المنصوره ووكيل وزاره كفر الشيخ على الارض. فاحنا متى يتم ان الهيئه تضع يدها تماما على جميع المديريات وما بقاش فيه تعارض بين المديريات. وصلت رسالتك يا دكتور عمرو، شكرا. انت اخذت اكثر من دقيقه ونص. اتفضلي يا دكتوره منى. هو قال كلام كويس جدا ان اختيار القيادات مهم جدا، ويمكن يعني عايز اقول ان السيد الوزير أول ما جه حط قواعد للاختيار، ولجنة بتفرز الأوراق، ولجنة بتقيم المتقدمين، لأن المتقدم مش ورق بس، المتقدم لازم يقول تاريخيا هو عمل إيه وأنجز إيه، ونتأكد من إنجازاته، مش ورق مكتوب السي في فعلي فعلية. وطبعا ده هيعمل رفع في قدرات يعني القيادات، لان النهارده لما احس ان انا هاجي مش بالواسطه او محسوبي، ايوه او بالضغط، صح، هاجي على الاساس ان انا اديت عملي كويس، ده هيخلي فيه تنافس شريف، صح، واجتهاد، صح. وهو ده اللي شغالين بيه دلوقتي. يعني عندنا بكره لجنه برئاسه السيد الوزير لاختيار قيادات مثلا مركز البحوث الزراعيه. ممتاز. فكل القيادات اللي جايه ان شاء الله هنحط اليات، وهنحط اليات لكمان الاطباء المتميزين. النهارده في الحقل بتلاقي طبيب متميز مش واخد حقه، ودي حقيقه. واحنا عايزين ندعم الشاب والشابه الشاطرين اللي عايزين يشتغلوا، ان احنا حاسين بيكوا، ان احنا شايفينكوا، ياخد مكافاه ايا كانت نوعيه المكافاه. الانسنتيف على المجهود القيم بيحس ان ايه، لا انا تشجيع. فبالتالي هيحصل لي تشجيع وموتيفيشن للطبيب ان هو يشتغل اكتر ويؤدي اكتر، صح. وان شاء الله يكون افضل. انا مع الدكتور عمرو ان مش كل القيادات، في طبعا قيادات هايله، تمام، وفي البعض مجتمع منهم، ويمكن يعني السيد الوزير خدنا خلاص قرار على ان نشيل مدير احدى مديرين المديريات الذين لم يؤدي عملهم كما يجب في المرحله اللي فاتت.
وانا بشكر حضرتك على ده واختصيتي بيه برنامج فلاح ومسؤول، احنا سعداء جدا بوجودك معانا، وكنا نتمنى الوقت يطول والله، بس المخرج بيقول لي انت اخذت وقتك وزياده. منى تحب تقولي حاجه للدكتوره منى؟ يعني بما اننا لون النسوه في البرنامج، فانا بقول لحضرتك ده شرف ليا جدا ان انا اقعد مع حضرتك النهارده. ده احنا لينا الشرف، متشكره جدا. لا ده شرف لينا ونتمنى من الدكتوره منى تشرفينا تاني عشان نستزيد منك، لان خلاص قدرتي تعملي حراك في الشارع، بقت اسم الدكتوره منى محرز بيدي ايحاء للمراه المصريه الشاطره اللي نازله في الشارع. وزي ما قلت لحضرتك انا ما باخدش تقارير، انا بنزل للناس في الشارع وبعرف الحاله منهم. عايزه اقول لحضرتك هي اهم حاجه ان السيده المصريه ترجع لسوق العمل، تشتغل في بيتها، تشتغل تزود دخلها، ويمكن البتلو احنا بندي اولويات للسيدات. عندنا مشروعات كثيره في وزاره الزراعه لدعم المراه المصريه، لان السيده هي العمود الاساسي في البيت كقدوه لاولادها، وكمان داعمه لزوجها ولاولادها ولبيتها والمجتمع. طيب احنا في نهايه هذه الحلقه عاوزين بس نقول للناس حاجه، عشان في بعض الموتورين والمرضى بينزلوا او بيعملين صفحات غير صفحاتنا. برنامج فلاح ومسؤول ملوش الا الصفحه الرسميه على الفيس باسم برنامج فلاح ومسؤول، او صفحه المعجبون بفلاح ومسؤول، ده تنويه للكافه. اي صفحه غير كده احنا غير مسؤولين عليها. انا بشكر دكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه، ومش عاوز اقول للانتاج الحيواني ولا السمك ولا الدجاجي، اصل انت نائب وزير الزراعه لكل حاجه، احنا الشارع كله اللي ادالك التكليف. لا ادالك التكليف، وقال دكتوره منى هي شاطره في كل المجالات. انا عايز اقول ان السيد الوزير الحقيقه يعني مش عايز اقول غير ان هو داعمني جدا، وفي الشغل في كل حاجه، وده بيسعدني، لان النهارده احنا يعني بنكون نموذج ان شاء الله يكون ناجح للتيم ورك المتفاهم. ايوه المتعاون للوطن. تمام، فانا سعيد جدا بوجودي مع دكتوره منى، وبشكرها على وعد من الدكتوره منى. احنا خلاص كده بنقول لها على وعد باللقاء تاني في اقرب فتره، علشان الشارع المصري يعرف ايه اللي بيدور. اقول كما اقول في كل حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إذا قدر الله لنا عمرا نلتقيكم يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 10:30. دمتم في رعاية الله، مع تحياتي طارق خليل من توحيد. شكرا دكتورة منى، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.